كتير في قلوبنا بتشاد والجرنصك دلوقتي هيتقال النهاردة احنا كلنا فرحانين شعب مدينة نصر للسعادة طايرين حلم جميل واتحقق يوم 30 مارس واليوم ده فرحانين فيه كلنا ونفسنا كل يوم يا بابا طادروس تيجي عندنا باسم كل شباب كنيستنا بنقول لقداستك نورتنا فرحانين اننا بنكلم قداستك وقداستك قاعد جنبنا واسمح لنا يا قداسة بابا طادروس الثاني اننا ناخد من وقتك ثواني البابا شنودة ساب مسؤولية كبيرة ساب العالم في وقت الخلافات فيه بتزيد والمشاكل بقت كتيرة وحسينا لما سابنا اننا لوحدنا واكتشفنا ان مفيش غير الصلاة ربنا وبقى المسيحيين في العالم كله كل واحد ربنا كان بيقوله اختار يا رب الراعي الصالح الامين اختار يا رب بابا المسيحيين وشفنا قداستك يوم الرسامة ودموعك كانت نازلة مع الابتسامة واليوم ده كان نفس يوم عيد ميلادك علشان يعيد معاك كل اولادك والسماء كمان فرحت بعرسها البابا المية وتمنتاشر اللي الكنيسة بصلواته ربنا هيحرسها وزي ما قداستك بتصلي لينا ان ربنا من كل شر يحمينا احنا كمان هنصلي لك على طول علشان يقويك وعمرك في الخدمة يطول يا بابا طادروس الثاني اوعى صلواتك تنساني البابا شنودة علمنا ان ربنا موجود وعمره ما هيسيبنا الوقت اللي قداستك موجود فيه وقت صعب وربنا يقويك عليه كلنا مؤمنين ان ربنا قرب يجي في المجيد وفرحانين ان بابا طادروس معانا في وقت الضيق فرحانين علشان كلنا عند الله مميزين وربنا بنفسه قال انتم ملح الارض يبقى غاليين نبقى خايفين كلنا عارفين ان مكاننا مش على الارض مكاننا فوق مع ربنا صلينا يا قداسة البابا عشان ايماننا يزيد في الوقت الصعب وما نحسش اننا لوحدنا في وقت قليل من قداستك اتعلمنا التواضع والحب وحلاوة الصلاة اللي وقت ما نقع بتقومنا بنحبك وهنفضل نحبك على طول المسؤولية كبيرة بس ربنا مع قداستك وعنك مش ممكن هيكون مشغول وفي الآخر هنقول لك كلنا من جوه قلبنا يا رب